وعندما نتحدث عن العلا نتحدث عن تاريخ، قصص وروايات جميلة الجميع يحب ويريد أن يسمعها، وما أفضل من السيد ثامر عبد الكريم الراوي والمرشد السياحي ليطلعنا عليها، يحدثنا عن تاريخ العلا بشكل عام وأجمل القصص المتعلقة بها. يسعد هالصباح. الله يسعد صباحكم جميع، والله يحييكم في هذا اليوم الجميل. أهلا بوجودك معنا بالأول أستاذ ثامر. اليوم عندما نحكي عن العلا نحكي عن بلد العشاق، لماذا سميت بلد العشاق؟ والله بلد العشاق بالمقام الأول طبعا أهل العلا عشاق، عشاق للطبيعة، عشاق للجمال، للجبال، للأرض. كذلك مروا على العلا مجموعة من الشعراء العشاق زي جميل بثينة وكفي العزة، وقيل أن قيس مجنون ليلى مر بالعلا. أها، قيس مر من هنا وجميل عاش هنا. نعم جميل عاش هنا. طيب كمان يا أستاذ ثامر لماذا سميت العلا؟ العلا طبعا مرت بعدة مسميات، من وادي القرى، من شعب النعام، من دادان، كل هذه أسماء كانت للعلا. مؤخرا جاء اسم العلا من نخل عاليات عند أحد العيون اللي هي عين المعلق. كان يتواعد عندها الركبان هذه العين في لقاءاتهم، فنتقابل عند العاليات أو العلا كانت بالألف المقصورة، إلى أن أصبح المسمى العلا بالاسم الحالي. إذن مسميات عدة للعلا إلى أن وصل إلى اسم. نعم. العلا. نعم. أستاذ ثامر شرح لنا سبب تسمية العلا. نعم. بهذا الاسم. طب يا أستاذ ثامر، دائما إحنا اللي عايشين مثلا في مناطق خارج السعودية لغير السعوديين وحتى أيضا من داخل السعودية، لمن لم يزر العلا ماذا تقول في وصف العلا؟ العلا طبعا إحنا نقول درة، درة بين هذه الجبال طبعا. العلا مدينة التاريخ والآثار كما سماها اسمه سيدي ولي العهد، هي المتحف المفتوح في البوابة الشمالية في المملكة. فالعلا تاريخ بجمالها، بجمال جبالها، بجمال هضابها، بنخيلها، وكذلك لا ننسى الإنسان الموجود في العلا. وإذا ما تحدثنا عن عادات أهالي العلا، يعني كيف يعيشون، وخصوصا نحن الآن هلأ قاعدين في جلسة بدوية في قلب رمال الصحراء بين جبال العلا. العلا طبعا قامت بشكل رئيسي على التكافل الاجتماعي، نجد أن الجميع متعايشين في العلا، أهالي العلا تعايشوا مع الواقع اللي هم موجودين فيه. نقول دائما الإنسان هو ابن بيئته، وهذا بالضبط نجده في العلا، تعايشوا جميع أهالي العلا مع بعض ليصلوا بها إلى بر العلا. طيب سؤال أخير، اليوم عندما نتحدث عن العلا نتحدث عن حضارات قامت، ثقافة وأدب وأيضا تعليم، ماذا نقول في ذلك؟ نعم الحضارات طبعا نقول العلا لم تغب عنها شمس الحضارة منذ أن وطأها الدادانيين، واستمر بها طبعا دادان والحيان إلى الأنباط إلى وجودنا في العصر الحالي. العلا لم تغب عنها شمس الحضارة. ذكرت التعليم، التعليم مميز في العلا، التعليم قديم جدا، قدم التاريخ في العلا. لا ننسى أن العلا فيها تقريبا ثالث مدرسة في المملكة، مملكتنا الحبيبة. التعليم كان قديما في الكتاتيب، يعني ذكر أو روى الأهالي أنه عام 1319 كان هناك كتاتيب في البيوت، إلى أن أصبحت إلى مدرسة نظامية. احنا نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا أستاذ ثامر عبد الكريم الراوي والمرشد السياحي. شكرا على واجب. حياكم. شكرا. هلا.